جديدة في الصحافة العربية والعالمية. هذا الصباح عودة إلى مراسم الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي إحياء لذكرى 60 لاستقلال الجزائر. 60 طلقة مدفعية في الذكرى الستينية للاستقلال، 100 تشكيلية عسكرية تتألق برا وبحرا وجوا، ومواطنون يحضرون العرض ويعبرون عن فخرهم واعتزازهم. هذه هي جزائر الأحرار، تقول يومية الشعب الجزائرية، وتجديد تقدير الأمة لجيشها درع الجزائر. أما صحيفة المجاهد الفرنكفونية فعلقت بالعنوان الظاهر على الغلاف: الثقة في الحاضر والأمل في المستقبل. أما العربية الجديد فقالت من جهتها وخصصت تقريرا للموضوع وقالت إنه أضخم استعراض عسكري في تاريخ الجزائر، يحمل رسائل قوية للداخل والخارج لكل من يتربص بأمن واستقرار المنطقة في ظل تهديدات تقليدية وأخرى لا تمثلية من جريمة منظمة وجماعات متطرفة. العربي الجديد أضافت أن العملية الاستعراضية تكشف مرة أخرى عن جهوزية الجيش الجزائري لأي مواجهة عسكرية محتملة واستعداد قواته بمختلف التشكيلات لخوض أي حرب محتملة في المنطقة التي تعرف حالة من اللا استقرار. نبقى دائما في العربي الجديد وموضوع الغلاف، حيث أظهر رصد أجرته الصحيفة سقوط 1319 شخصا على الأقل في 40 هجوما في القارة الإفريقية في شهر جوان الماضي، وهي نسبة تلخص بحسب المقال تصاعد الاعتداءات بسبب التوترات الجيوسياسية قريا وعالميا. أما الموضوع الأبرز على غلاف القدس العربي هذا الصباح كان حول الخلافات الفلسطينية حول تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عقلة لأمريكا، وأشارت إلى أن ردود الأفعال الفلسطينية الغاضبة والجدل على الساحة الفلسطينية تواصلت حول تسليم النيابة العامة الفلسطينية الرصاصة التي أصابت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة بمقتل. في ذات السياق رأت افتتاحية القدس العربي أن استنتاجات منسق الأمن الأمريكي حول مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة ليس مجرد وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل الانحياز الأمريكي الرسمي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بل هو مناسبة إضافية تفضح المدى غير المحدود الذي يمكن أن تذهب إليه الإدارات الأمريكية على اختلاف انتماءاتها الحزبية في السكوت عن جرائم الاحتلال وفي التغطية عليها واختلاق شتى الذرائع التي تكفل لها الإفلات من العقاب. صحيفة لوموند الفرنسية أفردت الغلاف من جهتها للشأن الداخلي الفرنسي وكذلك لارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وموجة سابعة من الوباء تضرب فرنسا يعود سببها بشكل كبير بحسب المقال إلى تلاشي المناعة أمام المتحورات الجديدة. أما The Guardian البريطانية قالت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على شفا الانهيار بعدما تلقى ضربة كبيرة يوم الثلاثاء عندما أعلن اثنان من كبار وزرائه استقالتهما، قائلين إنهما لم يعد بإمكانهما العمل لحساب حكومة غارقة في الفضيحة، ما يضع مستقبل بوريس جونسون على المحك بحسب نفس المقال الظاهر على الغلاف. كانت هذه أهم العناوين الصادرة على الصحف أو على أغلفة الصحف العربية والعالمية.